تنطلق بعد قليل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار 60 سنة دراما. يشهد المهرجان حضورا كبيرا من الفنانين وتوزيع جوائز خاصة بالأعمال الدرامية وأفضل الممثلين على مدار العام. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. محمود، بعد التحية أطلعنا على الأجواء لديك من مدينة العالمين الجديدة. نعم، أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. الأجواء مبهجة وجميلة في الحقيقة في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي انطلقت في مدينة العالمين الجديدة، وبعد قليل سيكون الحفل الرسمي للمهرجان. لكن دعونا نتحدث عن الأجواء المبهجة. عدد كبير من الفنانين والمشاهير يعني توافدوا منذ قليل على مهرجان القاهرة للدراما، وسط إشادة كبيرة جدا بوجود النسخة الثانية في مدينة السحر والجمال في مدينة العالمين الجديدة. الجميع أشاد بهذه الفكرة، وأن يكون موجود مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط الأبراج وسط الشواطئ الجميلة، والجميع مستمتع الحقيقة بمجرد وصوله إلى مدينة العالمين الجديدة. دورة مميزة جدا ليس فقط لوجودها هنا في مدينة العالمين الجديدة، وإن كان هذا أيضا السبب الأبرز يعني تميز المهرجان بشهادة طبعا النجوم الذين تحدثوا إلينا منذ قليل، لكن أيضا يتم الاحتفال بمرور 60 عام دراما بإنتاج أول مسلسل درامي وهو هارب من الأيام عام 1962. فبالتالي طبعا هناك أهمية كبيرة للدراما. المميز أيضا في هذا المهرجان أنه سيتم توزيع الجوائز على مجمل الأعمال الدرامية التي تمت خلال عام 2023 وليس شهر رمضان فقط، وهناك عدد كبير من الجوائز، يعني تم مضاعفت الجوائز إلى 16 جائزة لتشمل كل من شاركوا في الأعمال الدرامية، ليس الممثلين فقط ولكن أيضا أفضل موسيقى وأفضل تتر وأفضل مونتاج وأفضل تصوير. فبالتالي كل من شارك وساهم في العمل الدرامي سيكون له تكريم. أيضا الشخصيات الدرامية التي ساهمت وأضافت إلى الدراما سيكون لها تكريم. كان لنا لقاء مع الفنانة إلهام شاهين منذ قليل، وهي عضو لجنة التحكيم برئاسة المخرج جمال عبد الحكيم، أكدت على أن هناك عدد كبير من الأعمال داخل اللجنة للفوز بالجوائز، وهم كان لديهم يعني حيرة من الأمر في مسألة من الأفضل، لأن كل الأعمال مميزة وكل الممثلين مميزين. ولكن كان أيضا المميز في هذه النسخة هو فتح التصويت للجمهور في اختيار أفضل ممثل دور أول ودور ثاني، واختيار أفضل ممثل صاعد، وأيضا اختيار أفضل مسلسل في الأعمال الدرامية عام 2023. فيعني نتحدث عن إقبال كبير جدا موجود من الفنانين والمشاهير الذين جاءوا إلى مدينة العالمين الجديدة. بعد قليل سينطلق الحفل الرسمي للترحيب بالطبع بكل الجماهير الفنانين الموجودين، والإعلان أيضا عن الجوائز المختلفة وتكريم الفائزين بهذه الجوائز. ثم سيكون يعني حفل ختامي للفنان تامر حسني سيحيي ختام مهرجان القاهرة للدراما. الجميع أشاد الحقيقة بالمجهود الذي يتم سواء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم المهرجان أو حتى في لجنة التحكيم، وأيضا رئيس المهرجان الفنان الكبير دكتور يحيى الفخراني. مجهود كبير بيتم، والتأكيد على أن الدراما المصرية لها باع طويل، وأيضا هناك نجوم كبار في الدراما المصرية. الجميع هنا أيضا أشاد بكل التجارب وكل المسلسلات التي كانت في دراما 2023. فنحن نتحدث عن نسخة قوية أيضا بوجودها في مدينة العالمين الجديدة. الجميع الأجواء هنا يعني أجواء جميلة، خاصة في حالة الطقس ووسط أيضا الأشواط، وخاصة أن مهرجان القاهرة للدراما يقام في المنطقة الترفيهية، وهي إحدى المناطق الهامة والجميلة في مدينة العالمين الجديدة، والتي تستقبل عدد كبير من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. يعني التوافد لازال مستمر من الفنانين والمشاهير المشاركين في الدراما أو حتى كل المخرجين الذين أضافوا إلى الدراما المصرية. وعندما تحدثنا أيضا مع نجوم كثيرة هنا في المهرجان، الجميع يشيد بفكرة وجود مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين الجديدة.
فنحن نتحدث بعد نجاح النسخة الأولى تأتي نسخة ثانية أقوى وأنجح، وفي انتظار بالتأكيد النسخة الثالثة القادمة لتكريم كل من أضاف إلى الدراما المصرية. ولتظل بالطبع الدراما المصرية تضيف للكثير من الأعمال الدرامية على مستوى العالم. من مهرجان القاهرة للدراما ومن الأجواء الساحرة بمدينة السحر والجمال مدينة العالمين الجديدة، أعود إليكم مرة أخرى. شكرا الاستوديو. جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العالمين الجديدة.